ممثل وكان مخرج زمان وزجال كمان في بعض الأحيان. اتولد في بولاق أول وعاش عمر في بولاق تاني. عانى كتير في حياته ولسه بيعاني، وده العادي لأنه اتولد فنان. معروف بين حبايبه وصحابه وناسه بطيبته وحنيته وإخلاصه، ومصر هي حبه الكبير وكتابه وقلمه وكراسه. عرفته هو مين؟ اسم الله عليكم، اسم الله. ايوه، هو عم صلاح عبد الله. يعني في البدايات الواحد ليه مواقف كتيره طبعا مع نجوم كتير. يعني انا اذكر مثلا اول مره التقي بنجم النجوم الاستاذ عادل امام الزعيم، كان في فيلم المنسي، وكنت جايب عربيه 27 كده، يعني ايه، وفرحان بيها قوي. فوصلت التصوير لقيت عادل امام قاعد، واضح انه قاعد بقاله شويه يعني. فشريف عرفه المخرج الكبير بتاعنا كان حبيبي بقى، وكنت انا عملت معاه تجربه قبل كده اللي هي الفيلم بتاع مهلبيه مع ليلى علوي. قال لي عادل امام قاعد مستنيك، فضحتني مش عارف ايه، وعمل لي هليله جامده جدا. وانا ايه داخل بقى بس قصاد عادل امام، يا عم شريف الله يسترك، لقيت الاستاذ عادل بقول له ايه يا شريف، لا لا سيبه ما توتروش وبتاع، انا صراحه بتاع، واستقبلني الحقيقه استقبال جميل جدا. وقعدنا، قال لي ده انت جايب عربيه اهو، قلت له 127 كده حلو. قال لي انت عارف ان انا كنت بقيت عادل امام ونجم، وكنت لسه بركب مواصلات وبتاع. قلت له فرق التوقيت بقى يا استاذ، ما اجراش حاجه يعني. وقعدنا نهزر كده، وكان موقف ظريف. ودخلنا بقى اشتغلنا في الفيلم وبتاع، وفجأة بقينا حبايب واصحابه بمصر مع بعض وكده. آخر يوم تصوير في الفيلم بقى عملوا فيها حركة نص كم بقى. أنا خلصت تصوير وبسلم وعشان أمشي، فبستني أخد أجري بقى اللي هو إيه، أجري الفيلم. كان كل تصويري حوالي 3 أيام أو 4 أيام أو حاجة. فرحت لمحمد زين المنتج الفني الله يرحمه، وأنا تمام وبتاع وكده. قال لا ده الفلوس مع الأستاذ شريف عرفة. قلت له شريف عرفة ماله، شريف عرفة مخرج يعني. قال لي هو قال لي هات فلوس صلاح. يا استاذ شريف السلام عليكم، وفيلم سعيد ان شاء الله ومبروك وبتاع. قال لي ده الفلوس مع الاستاذ عادل. قلت له هو في ايه؟ يا فلوسي مالها كده، مش عايزه تستقر في حته يا جماعه، انا خلصت كلهم 3 4 ايام. كان اجري طبعا يعني كلام، كان الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب، حاجه بسيطه يعني، بس مهمين جدا بالنسبه لي الحاجه البسيطه دي. فروحت للاستاذ عادل، قال لا تمام، حركه حلوه اللي انت عملتها. قلت له حركه كتير اللي انا عملتها. قال لي الفلوس ما احنا وزعناها على العمال وبتاع. قلت له فلوس مين؟ قال لي اجرك. قلت له اجري توزع على العمال ليه؟ ده العمال ما شاء الله بيكسب اكتر مني. قال لي ده انا حبيت اعمل لك منظر وبتاع. قلت له لا انا مش عايز المنظر، انا عايز فلوسي. قال لي صلاح انت هتعلي صوتك عليا. قلت له عايز فلوسي. في ايه يا استاذ؟ ايه في ايه؟ وقعدت اتريق، مش عايز امشي، وعايز بعد ما اخلص الفيلم يعني نسهر سوا ونحتفل وبتاع وكده. وطبعا فعلا ما اتحركتش، اجري يا جماعه. ده موقف من المواقف اللي ما تنساهاش. تقريبا المنسي كان سنه 91 حاجه كده يعني. لا من المواقف اللي انا ما بنساهاش خالص في كواليس المسرح، ويمكن مش عارف انا حكيته قبل كده ولا لا، انا معلش انا بنسى يعني، بس لا في ناس كتير ما تعرفوش. كان موقف حصل في مسرحيه اسمها فيما يبدو سلام عبده. كنت انا وصديق الرحله صديق العمر احمد ادم، وكان بقى ايه في مشهد كده، انا قبل ما ادخل كان في كرسيين في الكواليس معروفين، معروف ان الكرسيين دول بتوع احمد ادم وصلاح عبد الله، وكان ما حدش بيقعد عليهم يعني. ففي مشهد انا بدخل لوحدي، وبعدين ادم بعد شويه بيدخل عليا فيه. فلقيت ادم قاعد على الكرسي، وجيت قعدت جنبه، قعدنا نهزر مع بعض الهزار المعتاد اللي ناس كتير قوي عارفه طريقه هزارنا انا واحمد بتبقى عامله ازاي.
لغاية ما جه الكيوبا اللي أنا هدخل عليه بداية المشهد. وبعد وكنت لابس جلابية حمراء، جلابية اللي شاف في مهندس عبده هفتكرها يعني، هفافة كده وبتاع. قمت من على الكرسي وداخل بقى على 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 خشبة المسرح، وأنا داخل فجأة حسيت إن الجزء الأسفل من ظهري بيسخن بيسخن. فإيه طبعا حاجة غريبة قوي، أول مرة تحصل لي يعني، إيه ده في إيه؟ ودخلت أمثل وبتاع شوية وحسيت إن لا مش بيسخن وبس، لا ده مبلول، ده أنا بتبل، في إيه في إيه؟ بقيت أمثل حسيت إن الجزء اللي ورا ده بقى كله مية. طب أمثل إزاي؟ والمشهد ده كنت بعمل حركات كتيرة قوي بظهري، فمش قادر أدي ظهري للجمهور، ما أنا مبلول وبقى والمهم كان يوم بقى صعب جدا عليا في المشهد ده، وعملت المشهد كله تقريبا بوش للناس، مش قادر مش قادر الف خالص، مش قادر اتحرك اروح كده ولا كده. وخرجت من خشبه المسرح بشوف في ايه، ما لقيتش في حاجه، ما فيش لا ميه ولا اي حاجه. ايه البتاع ده؟ اتاري اللي اكتشفته بعد كده ان الواد اللي اسمه رامز جلال ده جرب البرنامج بتاعه فيا. شوف الكلام ده زمان خالص، كان لسه رامز يعني في بدايه في البدايه قوي يعني، بيرش حاجه هو مسحوب كده معين، يرش على الكرسي بتاعه. حضراتكم عارفين المقالب دي، فلو قعدت عليه يحصل لك الايه الاحساس ده. انا عرفت كده، ورامز ده انا ضربته رامز. والله ضربته لانه عيشني 10 دقايق او ربع ساعه في حالة من القلق العجيب. تتخيلين يعني ايه واحد برضه كده في وضعي وبتاع، والصالة مليانة على الآخر، وكنا تقريبا في عيد أو حاجة، والناس متجاوبة جدا، ومشهد من أهم المشاهد أعمله وأنا حاسس إن خلاص فهمت بقى أنا كنت حاسس بإيه. ما كدبش اللي قال أعز من الولد ولد الولد، بس عند عم صلاح أعز من البنت بنت البنت. أصعب موقف في حياتي لما دنيا بنتي جت للدنيا، وبعديها بقى أحلى موقف في حياتي لما كارما بنت دنيا بنتي جت للدنيا. ولا يا كارما مش كده؟ ستي أحلى حاجة في حياة جده. أكتر حد في الدنيا كلها بتحبي مين؟ جده. لا لا بصوت عالي يا كوكي، أكتر جده، وبعديه بابا، وبعديه ماما، وبعديه ميمي. بس جده عشان هو اكبر واحد في العيله مش كده، يبقى اكبر حد بتحبيه مين؟ جده. الله عليكي، انت عارفه ان انا غنيت لك اول ما اتولدت ولا لا؟ عارفه؟ طب قلت ايه؟ نورتي الدنيا انتي وصغرتي اهو وبنتي، يا كرمه يا بنتي هيثم، يا حبيبتي يا بنتي بنتي، نورتي الدنيا انتي، قولي وزهرت قوي بين. طبعا عايزك تبعت تحية للناس اللي بتحبيها كلها، تبتدي بمين؟ تحية مين؟ تحية الجمهور كده. طب قولي وراي، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة كل سنة وانتو طيبين. طيبين يلي بتتفرجوا علي انا ده جدو. أو ده موقف كارما، ده موقف من أروع المواقف. وبعدين كل ما بتكبر شوية تعلقي بيها بيزداد بشكل غير طبيعي. كان معاكم صلاح عبد الله. مين صلاح عبد الله؟ ممثل في البطاقة وفي الباسبور، بخرج من دور اخش في دور، وكل ما اقول كفايه ارتاح يرد صلاح لسه ما جاش الدور. ربنا يحسن ختامنا جميعا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وارجو اني اكون فرفشتكم واسعدتكم في هذه الحلقه الجميله. تحياتي وإلى أن نلتقي قريبا لو في العمر بقية إن شاء الله.